بعد هذه بدء أتوجه بالشكر الجزيل لإخواني في الهيئة المشتركة للتنظيم ليوم القدس العالمي، بالشكر الجزيل لهم على هذه الدعوة الطيبة لأكون بين يديكم إخواني الأجلاء لنتحدث عن سنة حسنة سنها الإمام الخميني رحمه الله يوم القدس العالمي. وعندما نتحدث عن القدس فنحن نتحدث عن النموذج، عن المدرسة، عن المشروع المشترك، عن البوصلة، عن الهدف الأسمى. القدس قبلة المسلمين الأولى، القدس قبلة لثلثي ساكنين العالم بمسيحيهم ومسلميهم. القدس هذه التي تعبر عن الهوية، أو عندما قال الجمعة الأخيرة، وبالمناسبة هذه ملاحظة ذكرتها في أكثر من مكان، فلم يقل الإمام رحمه الله 25 رمضان، لأنه للأسف الشديد أمتنا حتى الآن لا تصوم في يوم واحد وتفطر في يوم واحد. اليوم 24 رمضان في بلد و25 في بلد آخر، ويمكن 26 كمان في بلد ثالث، ولا مثل للأسف الشديد هذه الفرقة. فاختار الجمعة الأخيرة، الجمعة الأخيرة في رمضان هي الجمعة الأخيرة في كل مكان يتحد عليه كل مسلمي العالم وأحرار العالم. هوية الثورة الإسلامية هي القدس، هويتنا نحن كلنا هي القدس. فإذا انطلقنا من هذه المناسبة إلى عملية تشريح بسيطة للوضع القائم في أمتنا، فماذا نصل؟ نصل إلى حقائق لا تحتاج إلى خطيب وإلى أستاذ ليفصلها، ولا إلى مسلم ولا إلى سني ولا شيعي ولا كافرا، فالكل مجمع أين الحق وأين الباطل، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. ما محتاج مولوي ولا شيخ يفتي لك فيها. وبالتالي عندما تتحدث عن التطبيع فهو يحوك في صدرك وتخشى أن يطلع عليه الناس. كان تحت الطاولة واليوم صار وقاحة، صار فوق الطاولة، صار مؤتمر، ويدعون أن هذا المؤتمر سيأتي لنا بخير وازدهار وتجارة واقتصاد. كان غيرهم أشطر، كان الأمن والغذاء أصلح حال العراق، كان التطبيع مع الكيان الصهيوني لكل من مصر والأردن كان أصلح حال الشعبين العظيمين الأردني والمصري المساكين الذين يتوهون خلف لقمة العيش في يومهم وفي ليلهم. هذا هو التطبيع. إذن فماذا سيجتمع أولئك الجمع المشؤوم في المنامة ليعطونا الازدهار الاقتصادي في قبلة المسلمين الأولى؟ طيب إذا الفلسطينيين بمختلف أطيافهم ومؤسساتهم ومدارسهم الفكرية مو حاضرين المؤتمر، لا فتح ولا حماس ولا الجهاد ولا أي واحد فلسطيني، وحتى لو انجنوا حضر، ماذا سيأتي لنا بخير هذا المؤتمر المشؤوم؟ يجب عليهم أن يتوقفوا عن هذه النكت السمجة والسيئة التي تشكل خنجرا في خاصرة شعبنا الفلسطيني، خنجرا في ظهر طفل فلسطيني ارتقى إلى السماء بسبب الحصار الظالم على شعبنا في غزة، طفلة تموت بسبب عدم توفر الدواء لها عندها فشل كلوي في مستشفيات الصهاينة، لأنها مستشفيات المسلمين والعرب لم تستطع أن تذهب لها، ولأنها لم تستطع أن تعبر المعبر فوجدت نفسها ميتة بدون أمها وبدون أبيها في مستشفيات الصهاينة. ويتبجح البعض ويقول لنا ازدهار اقتصادي. يا سيدي احنا مش عايزين هذا الازدهار الاقتصادي، احنا ما بنا منكم الا ان تحترموا نضال شعبنا ووقوفنا كشعب فلسطيني اليوم رأس حربة في الدفاع عن امن وامان الامة العربية والاسلامية في مواجهة عدو مشترك. هذا العدو اليوم يا اخواني بات يهدد ليس فقط الفلسطينيين، وكلكم تعرفون لم يعد سرا، هو يهدد أمن وأمان كل المنطقة، بل اليوم يهدد الأمن الدولي، هذا الكيان الصهيوني الذي أصبحت الإدارة الأمريكية ألعوبة في يديه. بقول لك والله صفقة القرن اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة،
ولا ممكن بعد المؤتمر؟ لا 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 لا، احنا ننتظر تشكيل الحكومة الإسرائيلية. نتنياهو اليميني المتطرف فشل اليوم في تشكيل حكومته، أسقطت المقاومة حكومته، واليوم فشل في تشكيل حكومته، واليوم قبل ساعات أعلن عن انتخابات مبكرة وحل الكنيست الإسرائيلي. خلافاتهم الداخلية كثيرة، مختلفين على طريقة ذبحنا إحنا المسلمين، شلون يذبحونا؟ يذبحونا مثل أوباما الديمقراطي ولا مثل ترامب الجمهوري؟ يذبحونا بسكين ماضية ولا بسكين حافية ولا شلون بالضبط؟ يعني بيختلفين على هذا الموضوع. إحنا نتفرج متى يصلنا الذبح، متى يكون دورنا، اليوم أو الغد. إخواني، صفقة القرن هذه اسم جديد براق لمضمون منذ 70 سنة يحاول أن يبيع قضيتنا الفلسطينية، يحاول أن يتآمر على حقنا الشرعي، يحاول زرع هذه الثكنة المتقدمة للمشروع الغربي في عالمنا العربي والإسلامي المسمى بالكيان الصهيوني. هذه الثكنة إخواني لا يوجد لها أي شيء يمكن أن يكون بيننا وبينها مشترك، لا تاريخ مشترك، لا دين مشترك، لا ثقافة مشتركة. حتى أذلك الذين يتبجحون ويقولون أنهم من بني إسرائيل، أقول لكم بالبحث والتحري ستجدون أن 80% من يهود العالم هم يهود متحولون من القرن 8 و9 الميلادي من دين آخر إلى الدين اليهودي، و20% المتبقيين من اليهود ممن يسمى بسفارديم هم يهود متميزين عنصريا لا يصلون إلى سدة الحكم، وبالتالي لا يوجد مشترك بيننا وبين هؤلاء الأغيار. فعلى ماذا يتم زرعهم عنوة فيما بيننا؟ توقفوا عن قتل أطفالنا، توقفوا عن خيانة حقنا الشرعي، لا نريد ازدهارا مسموما، لا نريد. لا، يجب أن نفهم إخواني أحبائي، انتبهوا، النخبة العربية والإسلامية لازم تفهم القضية الفلسطينية ليست قضية خيرية، أعطيني مليون وأعطيني مليونين وأسكت، هذه قضية عدالة، حق وباطل، مبادئ، شعب يراد له أن يزال من وجه الكون ليحل محله أغيار، مخلوقات أصلا هذه مخلوقات ليست بالمخلوقات الطبيعية، جاءت من كل أصقاع الأرض وتقول أن هذه أرضها وأن هذا تاريخها وأنك يجب عليك أن تذهب من هنا. توقفوا عن هذه المؤامرة ضد شعبنا الفلسطيني. نحن في شعب فلسطين، كلنا، كل الشعب الفلسطيني في الشتات، في الداخل، في الضفة، في غزة، في القدس، بكل مدارسنا الفكرية، نرفض ما يسمى بصفقة القرن أو ما سمته الخارجية الأمريكية بالترتيبات الجديدة للإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط. نرفض شخصية كوشنير وغرين بلات وفريدمان السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني، نرفض كل مخرجات الورشة الاقتصادية التي ستعقد في البحرين. لذلك النصيحة والاقتراح لهم أن لا يضيعوا وقتهم، فهذا لن يأتي لنا بخير. مسألة أخرى، في أسرف بقعة في الأرض في مكة ينعقد مؤتمر، بل 3 مؤتمرات اليوم أظن، لمناقشة مسألة فلسطين. بعد يومين يعني يوم الأحد، مو يوم القدس العالم اللي سنه الإمام، عند اليهود الصهاينة عندهم ذكرى يوم القدس اللي هو ذكرى يوم احتلال القدس، يصادف يوم الأحد. منذ اليوم يخطط كل المتشددين واليمينيين والمتطرفين الصهاينة لاقتحام المسجد الأقصى، منذ اليوم يعلن، يعني معلن جاهز هذا الكلام. ماذا ستفعل لنا هذه القمة التي ستكون في أشرف بقعة في الأرض في إيقاف تدنيس القبلة الأولى والمسجد الأقصى؟ سؤال. أنا كل أمل بأن يخرج المؤتمرون من هذا المكان الطاهر بمؤتمر بقرارات تصل وترتقي إلى شرف هذه المنطقة أو شرف هذه البقعة الطاهرة. اليوم المطلوب منكم ليس جيوشكم إخواني، معالي
الملوك والرئاسة ولا أسلحتكم ولا 60 مليار التي تصرف على التسليح السنوي لدولة فلانية أو الدولة العلانية. ما مطلوب منكم هيك. كل اللي طالبينه منكم إحنا شعبنا الفلسطيني تضغط عليهم سياسيا ودبلوماسيا. يا أخي اسحبوا الاعتراف بالكيان الصهيوني، أقول لك علقوا الاعتراف بالكيان الصهيوني، اسحبوا السفراء من الكيان الصهيوني، اسحبوا سفراءكم من واشنطن ونيويورك حتى يتم ضغط سياسي. في قرارات في الأمم المتحدة ضد الكيان الصهيوني مجمع عليها في الجمعية العمومية، قرارات أممية لا أعترف بها أنا كفلسطيني لأنها ظالمة في حقي وليست مثالية، لكنها ضد الكيان الصهيوني. نفذوها وكثر الله خيركم. 2-4-2 و3-3-8 وقرار العنصرية ضد الكيان الصهيوني اللي ألغوه وسحبوه. يعني نستخدم بطاقات قوة لأجل عزتنا وكرامتنا حتى لا يسلبوا ما تبقى لنا من عزة وكرامة، فيتبجح علينا وزير خارجية دولة صديقة وحميمة الله يهديه نحبه في الله ويقول لنا يا أخي الكيان الصهيوني هذه دولة طبيعية بالمنطقة لازم تعترفوا فيها. ايش نعترف فيها؟ ايش نعترف فيها؟ طب ايش نسوي؟ هذه دولة خامس جيش بالعالم وعندها دعم امريكي ودعم روسي ومش عارف دعم اوروبي وكذا. يا شباب يا شباب، غزة 360 كيلومتر مربع، قطاع ساحلي ساقط عسكريا، جنن الإسرائيليين وأفشلهم في تحقيق أي شيء يمكن أن يريدوه ضد شعبنا وضد مقاومتنا. أمة 1.7 مليار مش عارفة تعمل حاجة ضد الكيان الصهيوني؟ أم هي مؤامرة؟ أم هي مصالح فردية وشخصية؟ أم هي بيع للدين والعرض والشرف والتاريخ والجغرافيا والكرامة؟ لماذا؟ ماذا ينقصنا في أمتنا الجميلة؟ ماذا ينقصنا من منابع ومن عقول ومن جغرافيا ومن تاريخ مشترك؟ نحتاج إلى قرار فقط. الإمام الخميني رحمه الله قرر أننا القدس يوم للأمة، يوم القدس العالمي تجمع عليه الأمة، ومنذ 40 سنة وهذه السنة تحيا في كل عام. خذوا قرار، خذوا قرار في مؤتمر التعاون الإسلامي أو منظمة التعاون الإسلامي، أعلنت أنه 21/8 يوم الأقصى. بلاش يا أخي، هذا يوم الجمعة تبرو يوم شيعي. طب في عندكم 21/8، وين هذه مقرراتكم اللي تحيوا في الأقصى؟ بالمناسبة 21/8 هو ذكرى إحراق المسجد الأقصى في 69 الذي تأسست منظمة العالم الإسلامي في ذلك التاريخ، والآن هي منظمة التعاون الإسلامي من أجله. هذا المنبر وهذا الأقصى الذي حرقه مجنون يهودي حتى هذه اللحظة يستغيث ويئن، ونسينا الذكرى ونسينا ذلك اليوم. نحتاج إلى قرار، هذا ما نريده من أمتنا، من حكامنا، من المسؤولين، من النخب أن ينتبهوا. اليوم النقطة الأخيرة، يجب علينا أن نتحمل الأمانة. إحنا شعبنا الفلسطيني قدرنا أن نكون رأس حربة، سنبقى صامدين تحت الحصار، فكوا الحصار، رفعوا الحصار، قطعوا الهواء، قطعوا الماء، سنبقى صامدين لأن قضيتنا عادلة وشعبنا ملتف حول مشروع المقاومة، ولا يرى للكيان الإسرائيلي أي مكان فوق أرضه، لا بال48 ولا بالضفة ولا بال67 والتقسيمات المجنونة هذه التي يعملوها التي ليس لها أي مكان في قاموسنا، في قاموس النضال الفلسطيني. احنا قدرنا ان نبقى صامدين. المطلوب منكم في الأمة الإسلامية والعربية ان لا تتركوا هذا الشعب الذي يدافع ويواجه العدو المشترك للأمة لوحده، ان نشترك في شرف قافلة الشهداء. والله انني على امل كبير عندما ارى هذه الوجوه المتوضئة والنيرة من شعوبنا في كل المنطقة، في البحرين، في السعودية، في تركيا، في إيران، هذه الشعوب الجميلة التي تريد فقط وفقط العزة والكرامة كما ذكرت لكم، لا تريد صدقة من هنا أو إحسانا من هناك، بل تريد عزة وكرامة. عليكم فقط أيها الحكام، أيها الزعماء، أن ترجعوا إلى شعوبكم فتكونوا أحرارا
ونحن لا نريد منكم لا كرسيا ولا منصبا، فلتبقوا في عروشكم لكن لا تكونوا معول هدم لأمتنا، لا تكونوا خنجرا في ظهر أطفالنا حتى نصل إلى التحرير، إلى تحرير القدس والأقصى. فلا لصفقة العار ولا لبيع فلسطين وقبلة المسلمين الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.